رئيس الوزراء يستعرض تقريرا من وزيره التضامن عن جهود تجهيز اماكن العزل الطبي. النمسا تعلن عن شفاء اول حاله علاج لمريض فيروس كورونا باستخدام بلازما الدم. والاسد يؤكد ان تصرفات تركيا في سوريا تفضح حقيقه نواياها من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات. من مساء السادسة بتوقيت جرينتش موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج حول خطة وجهود تجهيز اماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والتعليم العالي والشباب. وتناول التقرير عرض المقرات التي تم الانتهاء من تجهيزها وتلك الجاري اتمام تجهيزها. واوضحت الوزيرة ان المقر التي يتم تجهيزها تتضمن مدنًا جامعية ومراكز شباب ومقار أخرى بحيث تستقبل حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا لا تعاني من أعراض شديدة ايضا اعلنت وزارة الصحه ارتفاع حالة الشفاء من مصابي فيروس كورونا الى 821 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي واشارت في بيانها اليوم الى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجه تحاليلها من ايجابيه الى سلبيه لفيروس كورونا الى 2086 حاله كما اضافت انها سجلت 189 حاله ايجابيه جديده لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، وذكر البيان أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس تخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإرسال قافلة لتستقر بجانب إحدى مستشفيات العزل للمصابين بكورونا، وقامت كذلك ببث الأغاني والتحية لهم عبر ميكروفونات من خارج المستشفى، وذلك تضامنا مع المصابين ورفع روحهم المعنوية في أعياد الربيع، والترفيه عنهم في فترة حجرهم الصحي متمنية لهم الشفاء. وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحده ان ذلك النشاط سياتي من منطلق حرص الشركه على تحيه جيش مصر الابيض وكل العاملين في القطاع الطبي خاصه من يعملون في مستشفيات العزل والذين يقفون في المقدمه وذلك في المجهودات المبذوله للوقايه من فيروس كورونا المستجد وقد تفاعل المصابين والعاملين بالمستشفى مع جو الربيع الترفيهي الذي تم بثه من خارج المستشفى. وأشار صالح إلى أن هذه اللفتة بناء على قرارات إدارة الشركة برئاسة الأستاذ تامر مرسي والذي حرص على إطلاق أكثر من مبادرة لجيش مصر الأبيض ومتابعته لحالة المصابين في العزل ومن هنا كان الحرص على الترفيه عنهم جزءا جزء من المسؤولية المجتمعية لمجموعة المتحدة اكدت منظمه الصحه العالميه انها لم تخفي شيئا على الولايات المتحده الامريكيه فيما يتصل بفيروس كورونا وقالت مدير المنظمه الدوليه خلال مؤتمر صحفي ان الصحه العالميه حذرت منذ اليوم الاول من مخاطر الفيروس شهد أحد مستشفيات مدينة غراتس النمساوية الإعلان عن أول حالة علاج لمريض فيروس كورونا وذلك باستخدام بلازما الدم منقولة من شخص تعافى من المرض. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 14795 حالة وعدد الوفيات إلى 470 حالة. يأتي هذا فيما تعافى عشرة آلاف وأحدى وثلاثين حالة وذكر بيان للوزارة أنه يتواجد بالمستشفيات ثمانمائة وخمسة مرضى منهم 194 وأربع وتسعين حالة في العناية المركزة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده تمكنت من الحد من ازمه فيروس كورونا وخلال اجتماع عبر الفيديو عقده مع مجموعه من العلماء لبحث الوضع الوبائي في البلاد اضاف بوتين ان ذروه انتشار المرض لم تاتي بعد داعيا الى اتخاذ اقصى درجات الحذر والدقه في تنظيم نشاط الاقتصاد مع اعطاء الاولويه لصحه وسلامه المواطنين وفي ألمانيا دعت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الصين إلى التحلي بأكبر قدر من الشفافية بشأن فيروس كورونا وخلال مؤتمر صحفي حثت ميركل أيضا مواطنيها على الانضباط في عملية مكافحة فيروس كورونا مؤكدة أن المسار لا يزال طويل رغم بدء رفع إجراءات الأغلاق تدريجيا ومعتبرة أن التعرض لانتكاسة جديدة سيكون أمرا مؤسفا للغاية اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان تصرفات تركيا على الارض تفضح حقيقه نواياها من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات التي ابرمتها والتي تنص على الاعتراف بسياده ووحده الاراضي السوريه جاء ذلك خلال استقبال الاسد وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف حيث تناول اللقاء اخر مستجدات المسار السياسي ومن بينها اللجنه الدستوريه وعمليه استانه وكذلك تطورات الاوضاع في الشمال السوري في ظل التعرض المستمر من قبل تركيا على السياده والارض السوريه انتهى الموجز مشاهدينا الكرام للمزيد من الاخبار تابعوا دائما موقعنا الاخباري أكسون نيوز دوت تي في امان الله